قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. رواه الطبراني والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. هناك بعض أخواتنا تقول إحداهن: يا شيخ، أنا قبل الزواج كنت أقوم الليل وأقرأ القرآن كثيرا وأجد لذة للعبادة، لكني بعد أن تزوجت صرت قليلة العبادة، قليلة التلذذ بالعبادة، وتظن أن السبب في ذلك أنها تزوجت، وليس الأمر كذلك، فإنها بزواجها زادت إيمانا وزادت عبادة لربها، لكنها تغفل عن أمر عظيم، وهو القيام بحق زوجها وشكر معروفه وعدم كفرانه. والله ثم والله، لن تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. فوصيتي لبناتي وأخواتي أن يعتنين بهذا الأمر مع ما تقدم من الأسباب.